للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، بعد التحية، هناك أهمية بالتأكيد لقمة الشراكة بين مجموعة العشرين مع أفريقيا، وذلك على الصعيد السياسي وأيضا الاقتصادي. قراءتك لهذه الأهمية في هذا التوقيت تحديدا؟ طبيعة الحال إذا كان متاح لنا ورئيسنا يمثلنا في هذا الاجتماع أن نخاطب أغنى 20 دولة في العالم، إذا نحن نخاطب 90% من اقتصاد العالم و 80% من تجارة العالم، وهي مجموعة في غاية الأهمية. وطبعا هذا جانب، والجانب الآخر كما ركزتم عن حق في العلاقات المصرية الألمانية. ألمانيا أكبر دولة في أوروبا من حيث حجم الاقتصاد، أكبر قوة مسلحة رغم أنها دولة مقفضة السلاح. ألمانيا يعني لا أستطيع أن أصف كيف يعجب الألمان بمصر بشكل غير عادي. هناك يعني توافق قديم بين البلدين، ثم كنا محظوظين أن من أوائل زعماء العالم الذين اتصلوا بالرئيس عبد الفتاح السيسي كانت أنجلا ميركل، لأنهم التقيا عقب انتخاب الرئيس فورا في قمة دافوس في سويسرا، فالتقيا ومنذ ذلك الوقت قررت أن توجه له الدعوة كما نرى على الشاشة لزيارة برلين. السفير الذي كلف بالإعداد لزيارة رئيسنا إلى برلين قابلني بحكم أني كنت مسؤول عن أوروبا في ذلك الوقت، وقال لي أن الكيمياء بين الزعامتين الألمانية والمصرية في يعني الأوضاع، وبالتالي نحن مطمئنون جدا إلى أن ألمانيا تنظر لنا نظرة جيدة. نعم. نأتي للبعد الإفريقي، وطبعا رئيسنا كان يرأس القمة الإفريقية في سنة 2019، وحمل مبادرة مهمة جدا، وهو أن إفريقيا قارة مظلومة في أفقر قارات العالم، ومع ذلك الأموال التي تخرج من إفريقيا إلى الدول المتقدمة أكثر من الأموال التي تدخلها، لأنها تدفع فاتورة مديونياتها، تدفع ثمن واردتها أكثر مما يدخلها من استثمارات أو من نتيجة تصديرها إلى العالم المتقدم. وهذا وضع مقلوب تبناه الرئيس. قبلت أوروبا كاتحاد أوروبي أن تنظر نظرة إيجابية لهذا. الصين أيضا شاركتنا في هذه النظرة. الرئيس سافر مرتين للعام قبل الماضي، مرة حضر قمة التيكاد اللي هي قمة اليابان وإفريقيا، وأيضا حضر قمة السبعة هناك. نعم. على هذه المعطيات معالي السفير، إلى أي مدى أصبحت تجربة مصر التنموية بالفعل تعتبر تجربة رائدة على المستويين الإقليمي وأيضا على المستوى الدولي؟ هو إحنا والحمد لله يعني بلد محفوظ لله، زائد أننا بلد مجتهد، نحن شعب مجتهد يسير وراء قيادته بشكل جيد، يعني أغلبية كاسحة تتابع وتؤيد الجهود من أجل التنمية. ثم من فضل الله لما هاجمتنا جائحة الكورونا كنا قد سبقناها من عام 2016 ببرنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، جعلنا جاءت الجائحة وقفنا على أقدامنا، بحيث أن مصر من بلدان قليلة جدا في العالم سيستمر اقتصادها ينمو إيجابيا. الجائحة أدت إلى تعطيل كثير من الأنشطة الاقتصادية في العالم، فكثير من بلدان العالم حتى المتقدم سيكون نموها بالسالب. مصر نموها الحمد لله يستمر بالموجب، وهذه تجربة ننقلها للكثيرين ونعتز بها، ومطلوب طبعا مضاعفة هذا الجهد إن شاء الله لكي نستطيع بالخبرة المصرية زائد التمويل الذي يأتي من الدول المتقدمة خصوصا الدول الغنية العشرين لنستثمر. وهو أمر يمثل تحدي كبير جدا، ليس الأمر بالسهل. مطلوب منا أن نقوم بالواجب علينا كأفارقة، كمصر، كدول رائدة، وبإذن الله يعني كل هذه الأمور تبعث على التفاؤل، وبإذن الله إفريقيا تكون في خير بجهود مصر وشركائها في العالم المتقدم. أشكرك جزيل الشكر السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.